رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء. المحطة هلأ رح تكون عبر تطبيق زوم مع رنا فارس المساعدة الاجتماعية برابطة كاريتاس لبنان إقليم الشوف الأعلى. رنا صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير. يعني سرقناك من كل شغلك ومن كل عملك. بعرف كاريتاس هالفترة بكل أعضاء وأفراد قد ايه مضغوطين، لأنه هلأ زمن نوال وبدوب شغلكم، ولكن بدنا هيك نسرقك لنعرف محطات من أعمالكم العديدة والكتيرة. رنا كمساعدة اجتماعية بكاريتاس إقليم الشوف الأعلى، خبرينا شوي عن عملك. يعني أنا عملي مثل كل الأقاليم يلي تابعوا على كاريتاس لبنان، نحن إجمالا بيكون شغلنا اجتماعي إنساني، دورنا بيكون نستقبل الأشخاص يلي هن عم بدقوا بوابنا طالبين المساعدة، مندرس حاجاتهم، بنعمل معهم المقابلة، بنصغي لإلهم، بنسمع، بنعرف هن شو عايزين، بنجرب بالإمكانيات الموجودة وبالخدمات والبرامج المتوفرة عنا نقدر نكون عم نساعدهم من خلالها. هيدا بالإجمال. نعم رنا، يعني دايما اعمالكم اسم الله كثيره وعم بتلحقوا على كل شيء. نحن للاسف بنعرف انه نسبه الفقر بلبنان الى ازدياد والى ازدياد متواصل. امام هالحاله يلي عم بيعيشوها اغلب اللبنانيين، كيف عم تقدروا تتابعوا؟ كيف عم تقدروا تامنوا كل شيء؟ كيف عم تقدروا تاخذوا بيد كل انسان بحاجه للمساعده؟ صح، نحن بهيدي الفترة كثير، يعني مثل ما قلتي حضرتك انه اغلب الشعب اللبناني صار بحاجة للمساعدة، يعني كان يكون في عنا جزء بسيط من المجتمع نكون نحن عم نوقف حده ونساعده، بينما بالوقت الحاضر اغلب الاشخاص وضعهم صار بحاجة، وهون دورنا بده يبين اكثر وبدنا نشتغل اكثر على هيدا الموضوع، عم نجرب قد ما بنقدر نطال كل الاشخاص من خلال يعني العلاقات، من خلال المندوبين يلي عنا اياهم بالمناطق وبالضياف، وكمان من خلال المشاريع والبرامج يلي بتمدنا فيها كاريتاس المركز الرئيسي. في كثير مشاريع وبروجرامات بنشتغل عليها، بنسجل اسامي الاشخاص والعيال تقدر يكونوا عم يستفيدوا من خلالها، اما مساعدات ماديه، اما حصص غذائيه، يعني عده خدمات حسب هن شو حاجتهم هدول الاشخاص. نعم رنا، يعني بتمشوا من العائلات الأقل فقرا أو من الناس الأكثر حاجة، ولا مين ما دق باب كاريتاس قادرين تمدوا له يد العون والمساعدة؟ هلا نحن بابنا مفتوح لكل الأشخاص، أكيد أهلا وسهلا بالكل، بس أكيد يعني نحن بصير في عنا أولويات، أكيد بدون تمييز ولا من أي نوع، ولكن الأولويات بتكون حسب الحاجة، يعني في ناس بتكون حاجتهم أكثر بهيدي المرحلة من غير أشخاص، منبلش فيهم إلى أن نرجع نوصل للأشخاص الباقيين، منجرب قد ما فينا نطال كل الأشخاص يلي بيتواصلوا معنا أو بدقوا أبوابنا، ولكن كل واحد حسب حاجته، ناس حاجتها حصة غذائية، ناس حاجتها مادية، ناس حاجتها استشفاء، يمكن عملوا عملية بحاجة لنساعدهم لتغطية الاستشفاء لإلهم أو أدوية. كل حدا حسب شو حاجته، حسب الأولويات، حسب البرامج المتوفرة والخدمات المتوفرة عنا بالوقت اللي الشخص بيطلب المساعدة. نعم، أكثر شيء بهالفترة يعني يلي عم نمرق فيها وعم تمرقوا فيها، عم بينطلب أكثر شيء تياب، عم بينطلب أكثر شيء مواد غذائية، عم بينطلب أكثر شيء أدوية، يعني شو الشيء يلي عم بينطلب أكثر شيء بهالآونة اللي عم نعيشها؟ لقلك شغلة، كل هول اللي ذكرتيهم هن بالفعل عم ينطلبوا بنسب كثير كبيرة، بس مثلا اكيد حصص غذائيه، اكيد تياب وكل هول، بس الشيء اللي انا عم لاحظه كثير خاصه عنا هون بالاقليم، هلا عبواب الشتاء في عنا كثير طلبات للمازوت، لانه صار كثير غالي حسب ما عم نشوف حسب الدولار، وهون المناطق كلها فيها برد كثير وسقعه، الاغلبيه بيتدفوا على المازوت، فهيدا كثير عم ينطلب. في كمان طلب على الحفاضات، على الكوش لكبار السن، يعني نحن في عندنا حوالي 80 شخص من كبار السن بنقدم لهم هيدي الخدمه كساكات، يعني من الكوش شهريا بنكون عم نزودهم فيها، هدول كثير عم ينطلبوا وكثير حقهم صار غالي على الاشخاص، ان شاء الله نقدر نكمل بهيدا الشيء تنقدر يعني نساعد الاكثريه.
بدي اسالك سؤال من شقين رنا. اول شيء طبعا احنا بنعرف بمحلات ابتي اللي قامت كاريتاس فيها لتامن الرداء لكل محتاج بسعر زهيد ورمزي جدا، يعني شيء لا يذكر. وبدي احكي بالشق الثاني من السؤال، شغل الشبيبه، لان احنا دائما بنقول الشبيبه هن عصب الحياه، وكمان الشبيبه هن عصب كاريتاس لبنان. خليني هيك احكي شوي عن الشق الاول يلي هو ابيتي. عارفين على هالمحلات، تعطينا فكرة عنهم وقدي فعلا عم بيأمنوا رداء لكل شخص بحاجة بصورة رمزية جدا بيقتدر لك الإنسان. بس ما سمعت أول سؤال قطش شوي. عم بقول إذا فيكي تعطينا فكرة عن محلات أبيتي يلي حضرتكم عم فاتحينها لكل شخص بحاجة لرداء بأسعار رمزية جدا. اوكي، يعني مثل ما حضرتك ذكرتي، هلا بهيدي الفتره كل الاشخاص، يعني اغلبيه الاشخاص عم بيكونوا بحاجه لهيدا الشيء، فنحن بنجرب نوقف حدهم، واكيد بسعر كتير زهيد الشخص بشوف شو يلي مناسبه وبيقدر يحصل عليه. وموجودين هالمحلات بكافة المناطق اللبنانية ولا بمنطقة دون سواها؟ لا مش بكل المناطق اللبنانية، يعني نحن مثلا هون بدير القمر بالشوط الأعلى ما عندنا، بس أكيد بغير مناطق تبعينا غير أقاليم أكيد متواجدين، وأكيد عم يعملوا الخدمات اللازمة لكل الأشخاص اللي بدها أبوابهم. نعم رنا، خلينا نحكي بالشق الثاني من السؤال عن الشبيبة. ونحن دايما بنقول أنه الشبيبة هن عصب الحياة، وكمان الشبيبة هن عصب كاريتاس. خبرينا شوي عن الشبيبة، عملهم، تطوعهم، قد ايه عندهم هيدا الشيء من جوا يلي بخليهم يشتغلوا اكثر ويعطوا اكثر. أكيد، يعني أنا نقطة ضعفي لما تسأليني عن الشبيبة، لأنه أنا ضلني لحد هلا بعتبر حالي من الشبيبة، لأنه كنت متطوعة وما زلت، يعني لو أنا صرت يعني سوشيال وركر بالإقليم. الشبيبة هم الأساس عن جد بالشغل بكل إقليم من أقاليم كاريتاس لبنان. وتنحكي أكثر على هون بإقليم الشوف الأعلى، نحن في عنا حوالي 40 شاب وصبية من مختلف الأديان، متطوعين بيعطوا من وقتهم من شغلهم فيقدروا يكونوا عم بيساعدونا ويساعدوا كل الأشخاص اللي بحاجة لهم. يعني عندهم كثير نشاطات، إن كانت مع الأطفال، لنحكي هلأ مثلا كرمال كريسمس، عندهم كثير محضرين نشاطات لهيدا الموضوع، بيعملوا دورات تدريبية ليضلهم على طول يعني up to date على كل على كل الأشياء اللي يعني بتقدر تفيدهم ويطوروا من حالهم، بيعملوا نشاطات ترفيهية للأولاد، كولونيات بالصيفية، بيعملوا شانتيه، بيرمموا بيوت لأشخاص يعني بيوتها بحاجة إنها تتعدل تتظبط، مثلا قبل فترات الشتاء وهيك. إذا بدنا نحكي هلأ مثلاً شو عندهم نشاطات، في أول شيء عندنا البربارة محضرين نشاط إنه يلبسوا ديجيزمون وكوستيمات للبربارة ويبرموا على البيوت بالضيعة هون، وياخذوا معهم هيك بونبون شوكولا يوزعون على الأشخاص، بيجربوا ينقوا البيوت يلي فيها كبار السن تيحسسوهم شوي بأجواء العيد، والبيوت يلي فيها أطفال تكمان ينبسطوا هن وياهم بهيدي الأجواء. وبالنسبة لنوال، بلشتوا تحضروا من هلأ؟ شو التحضيرات؟ ودعينا بالصورة. أكيد نحن محضرين وبنقول إن شاء الله نقدر ننفذ يلي محضرين لإله، يعني بسبب الكورونا إن شاء الله يا رب يكون الوضع أحسن. رح يكونوا عم يبرموا الشبيبة على الضيعة المحيطة لإلنا، يوزعوا ساك هيك فيه فرياندايز للأولاد، أكيد بيكونوا معهم بابا نويل، بيكون معهم كذا شخص بجيزة، بيبرموا على البيوت، بيعملوا أنيماسيون للأولاد بقلب بيوتهم، بيوزعوا لهم هيدي الجاف. رح يكون في عنا توزيع لهوت ميلز حوالي 60 وجبة ساخنة لعيال من كبار السن، وحابين شبيبتنا السنة إنه ينقوا كم عيلة يسهروا ويتعشوا معهم هن وعم بيوزعوا لهم هيدي الوجبة الساخنة. كمان في عنا مسرحية من تحضير شبيبة كاريتاس لبنان، رح تنعرض على 5 مدارس لحوالي 350 طفل رح يكونوا عم يحضروها. كمان في عنا جورني أنيماسيون رح تكون للولاد، كمان من خلالها بصير في تحديات والعاب وهيك، والولاد بيربحوا بيطلع لهم كادويات. بالاجمال هذه هي القصص يلي رح تكون كنشاطات اذا الله قدرنا نكون عم نعملها خلال زمن الاعياد.
إن شاء الله دايما بتضلوا قادرين تعملوا كل شيء رنا. هل يطرح موضوع الاستمرارية؟ يعني دايما نحن بنقول انه كل واحد بيعطي وبيعطي اكثر مما فيه، وانتوا عندكم بكاريتاس سبحان الله هيدي روح المحبة يلي بتبين على وجوهكم، بيكون شاب منكم عم بيشتغل وبتحسيه مبسوط وفرحان، وهيدي هي المحبة بحد ذاتها. ولكن هل يطرح موضوع الاستمرارية؟ طيب هل فينا نحن نستمر ككاريتاس؟ هل اللي عم بيساعدوا عم بيضل رح يضلوا يمدوا يد العون والمساعدة؟ هل رح يضل فينا ندخل السعادة والابتسامة إلى قلوب يمكن نسيت شو معنى السعادة والابتسامة؟ أكيد أنا بالنسبة لإلي اللي بيجينا بيروح دغري، وما في شيء يعني منه ثابت. بالنسبة لإلي لو ما عندنا إمكانيات مادية نحن رح نكون عم نعطي وعم نساعد، عندنا كثير قصص نكون عم نساعد فيها، يعني شبيبتنا بيقدروا يعملوا أنيماسيون نهار كامل للأولاد يحسسوهم بفرحة العيد بدون ما يكونوا عم يصرفوا ولا أي شيء. ولكن هالشخص المتمول يلي عم بيشوف نحن قد ايه عم نعطي من قلبنا وقد ايه عم نشتغل وقد ايه امينين على هدول الاموال يلي عم يعطينا اياهم تنساعد فيهم الاشخاص، ان كانوا اطفال ان كانوا كبار بالسن ان كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصه، اكيد رح يضل يعطي، واذا هو بطل قادر غيره اكيد رح يشوف ورح يضل يعطي. انا بالنسبه لي الله ببارك بفعل الخير وما بحس ولا مره رح ننقطع من هيدا الشيء. شو حلو يا رنا، شو حلو حديثك. رنا دايما في صعاب بالحياة، والحياة ما بتخلى مثل ما بيقولوا، ولكن دايما كمان بالمقابل بنلاحظ انه اوقات ناس مقتدرين جدا ماديا ما بيساعدوا، وطبعا هن حرين بس ما بنعرف ليه، وناس يمكن مش مقتدرين ماديا وبتلاقيهم دغري بهبوا لمساعدة اي محتاج. كيف بتفسري الموضوع؟ يمكن معهم 10,000 ليرة 20,000 ليرة بيساعدوك فيها، بس يمكن معه مليار دولار وما بيساعد. كيف بتفسري حضرتك الموضوع؟ يعني فلس الأرملة مثل ما كلنا بنعرف هيدا بيكون كتير عزيز عليها، يعني للشخص يلي عم بيساعد فيه. وأنا بحس إنه الشخص يلي مرق أو يلي هو بفترة حاجة بحس كتير بغيره أكتر من الشخص يلي عنده مأمن له كل شيء. يمكن مش الكل أكيد، كتر خيرهم كلهم يلي عم بيساعدونا وعم بيمدولنا يد العون، عن جد بنشكرهم من كل قلبنا. بس مثل ما ذكرتي حضرتك في ناس عن جد ما بيساعدوا ولو هن مقتدرين، هدول الاشخاص منهم شايفين انه في وجع لانه عايشين بتحس بغير عالم مأمن لهم كل شيء، بينما الشخص يلي عنده حاجه اقتصاديه او غير انواع من الحاجات بيقدر يشعر مع خيو الانسان اكثر، وبيعرف انه انا هال 10,000 ليره يلي رح اعطيها يمكن تجيب له ربطه خبز لهذا الشخص يلي عن جد ما عنده اكل ببيته، بينما المقتدر وما عنده فكره انه يساعد ما بتعني له ال 10,000 ولا بيفكر انه بده يجيب ربطه خبز او قد ايه حقها، بينما هيدي كلها قصص نحن بتدق فينا وبنركض انه نساعد هدول الاشخاص حتى قبل ما يطلبوا هن هالمساعده. نعم، حملة كاريتاس يلي أطلقتها السنة يا رنا كانت بدعمكم بتبقى الحياة، قديش حلوة هالجملة، معكم بتبقى الحياة وبدعمكم بيستمر لبنان. قد ايه حسيتوا انه عن جد بعد في ناس عم تدعم من خارج لبنان ومن داخل لبنان، وقد ايه في ناس في هيك بقلبها بعد الله، في بعد بقلبها المساعدة، في بعد بقلبها بمسح دمعة عن وش خي الإنسان. بيقولوا الدنيا ما خليت، يعني احنا اوقات بنقول اوف كيف صايرة الناس كلهم مثل بعضهم، بس كمان بيقولوا الدنيا ما خليت ما بتخلى. فخبرينا انتو شو لمستوا من هيدا الموضوع من حملة كاريتاس السنة؟ الحمد لله، يعني مثل ما عم بقولي انه الدنيا ما خليت، ونحن يوم عن يوم من خلال شغلنا وعلاقتنا مع الاشخاص، ان كان الاشخاص من يلي هن عن جد بحاجه للمساعده او الاشخاص يلي متمولين، عم نلمس قد ايه في كثير ناس عن جد بتحب بعضها وبتحب تساعد. يعني في ناس هن بيتواصلوا معنا بيقولوا لنا كيف فينا نساعد، بشو بدكم نكون عم نساعدكم تنقدر ان يعني نعطي شيء منا لغيرنا. يعني في ياما ناس بدقوا بابنا هون بس يعطونا كيف، بيقولوا لنا انتم بتعرفوا عيال عن جد بحاجه، بليز انتم مرقوا لهم اياها، شوفوا لمين بدكم تعطون. هالقد الناس صار عندها ثقه فينا وثقه انه نحن خدماتنا عم بتروح صح وعلى المكان الصح وللناس اللي عن جد بحاجه لها، وغيرها وغيرها. يعني نحن افتتحنا مزار لمار شربل، كمان ما بتصدق قد ايه العالم بلشت تدور وقد ايه الناس عم تجي وتقلنا كيف فينا نساعدكم،
في ناس عم تعطي لو دولار بتقلك انا حابه ساعد، فلا كثير نحن عم نلمس هيدا الشيء والحمد لله الدنيا بعدها بقلب خير. رنا فارس، المساعدة الاجتماعية بكاريتاس لبنان إقليم أشوف الأعلى، أنا بدي أشكر حضورك عبر تطبيق زوم معنا، شكرا لكل هالمحبة اللي فرجتينا إياها من خلال رابطة كاريتاس، وإلى المزيد من اللقاءات. نحن متابعين معكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، هلأ بنروح لبريك صغير وبيرجع زميلي إلي حوشار بينضم لكم مع ضيوفه.